وعد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر علي بن فليس في تجمع نشطه بولاية قسنطينة يوم أمس، وعد في حال فوزه بالرئاسيات المقبلة بفتح جميع الملفات المتعلقة بالعشرية السوداء، من بينها ملف مجموعة الحرس البلدي. كما أكد بن فليس على ضرورة التواصل مع كل المجموعات لتصفية جميع الحسابات. وفي شق آخر من خطابه تحدث كذلك بن فليس عن ضرورة حماية حقوق المرأة في حقها من الثروة الجزائرية مع المساواة في مناصب التوظيف بين الرجل والمرأة من أجل اقتصاد قوي ووطن متلاحم، يضيف علي بن فليس. المرأة وتقلب المسؤولية في الرجال كمان، لا مانع شرعي ولا مانع ديني، حاشا للإسلام أن يكون قد حرم المرأة من حقوقها، بالعكس هو الذي أعطاها الحقوق. المرأة تكون وزيرة وتكون قادرة، والمرأة تكون مسؤوليات إدارية في كل المستويات. باتريوت، هذا مقاومين، حرس بلدي، مجموعات الاستبقاء، هذو متوجه لهم اليوم من خلالكم، متوجه للشعب الجزائري اللي يسمع. أفتح هذا الملف، وإن كنت رئيسا للجزائر الحكومة تفتح هذا الملف في الطمأنينة والسكينة والهدوء، وتتكلم مع كل مجموعة مع ممثليها الحقيقيين